الحمد لله رب العالمين، ربنا ديما نعمه يا رب علينا ونستمر كده على طول. النادي الاهلي اسس سنه 1907 1907 1908 كان في جمعيه، اول جمعيه عموميه للنادي الاهلي 1908، يعني اجدادنا، يعني ربنا يعني يرحم موتانا جميعا. اجتمعوا وحطوا اللائحه او اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي، حطوا نظام او حطوا البروتوكول او حطوا النادي الاهلي يتعامل ازاي، ايه اللوائح اللي بتضبط النادي الاهلي، تضبط التعاون او التعامل في النادي الاهلي. ده 1908 الجمعيه العموميه اقرت هذه اللائحه. بعد كده طبعا اتغيرت بتغيير بقى السنين، اتغيرت قوانين كثيره في الدوله، كل اجيال بتيجي بتحاول تتواكب هذا التغيير، الى ان جت وزاره الرياضه حطت قوانين. القوانين دي هي اللي بتحكم الأندية، هي اللي بتحط أسس ولوائح تحكم كل الأندية أو الهيئات الرياضية، أندية واتحادات، بقت من خلال وزارة الرياضة. الأمر ده أمر ما يخليناش سعداء بأن إحنا ما عندناش استقلالية، مش إحنا اللي حاطين، مش حضراتكم أو يعني مش الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي هي اللي حطت هذه الأسس، فإحنا بنشتغل على نظام الدولة اللي كان موجود في هذا الوقت. النادي الأهلي برضو من الريادة من 2006 واحنا بنطالب بتغيير قانون الرياضه من سنه 2006. كنت ساعتها انا وبعض زمايلي كنا في مجلس اداره بنخاطب دايما المسؤولين ازاي نغير قانون الرياضه، لان في بعض الحاجات المفروض ان هي تتغير وتدي الاستقلاليه شويه للنادي او للهيئه الرياضيه ان هي تتحرك. 2011 عملنا ورقه عمل بهذا الكلام، ورقه عمل شامله بهذا الكلام، وفضلنا مصرين ان احنا نتابعها مع كل المسؤولين لغايه 2013. 2013 عملنا جمعيه عموميه وعملنا لائحه نظام اساسي للنادي الاهلي، وما الجمعيه العموميه اعتمدتها، ولكن الوزاره في هذا الوقت رفضت الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي. فهنا النادي الاهلي، انا بقول الكلام ده ليه، النادي الاهلي دايما بيحاول يفكر ازاي يكون عنده رياده في ان احنا، او ازاي يحرر الرياضه يكون فيها استقلاليه الأندية والهيئات، إزاي إن هي يعني يكون ليها دور كبير في هذا الأمر، وإزاي الأعضاء العاملين يقرروا دستورهم أو يقرروا مستقبلهم أو ميثاقهم بما لا يخالف طبعا القوانين وبما لا يخالف لوائح الميثاق الأولمبي مثلا. 2013 ده انتهى. 2017 مع يعني ليه أنا بحكي القصة دي؟ عشان من 1908 النادي الأهلي بيطالب، 2017 اتغير قانون الرياضة وادى الحق للجمعيات العمومية بالأندية، اداهم الحق في انهم كل واحد يعني يقوم بتنظيم العمل داخل النادي، اللي هي لائحة النظام الأساسي بالنسبة لكل هيئة رياضية. ده انا بعتبره برضو النادي الأهلي له الحق وله الريادة في هذا الأمر. التاريخ اللي انا قلته ده هو ده اللي خلى القانون، او يعني اللي ساعد، مش خلى، ساعد ان يكون المسؤولين في الدولة انهم يغيروا القوانين طبقا لفعلا الاتجاه الصحيح اللي احنا ازاي نروح ان نكون مستقلين في اتخاذ قراراتنا ورؤيتنا.